أعزائي المتابعين في قناة روابينا، نحييكم في هذا اليوم الجميل والله يعطيكم ألف عافية. قمنا في الليلة الماضية بحراثة الأرض وتجهيزها للعروة الصيفية. يجب أن نبدأ بالاستعداد للعروة الصيفية من الآن. حراثة الأرض الحرثة الأولى، الفائدة منها إزالة الأعشاب الضارة وتفتيح التربة للتهوية واستقبال مياه الأمطار. هناك حرثة ثانية وثالثة في بداية الشهر الثالث، في بداية شهر ثلاثة، لزراعة العروة الصيفية التي هي تتضمن البطيخ والشمام والفلفل والخيار والكوسة والفقوس وكل المنتجات أو كل الزراعات الصيفية. راح نزرع البطيخ اللي هو الدلاع أو الجح أو الحبحب، كل حسب لهجته وفي منطقته، أو الدلاع في ناس بسميه. فهذه الأرض بعد الحراثة تم حراثتها، وهذه الحراثة راح تفيد الأرض بعون الله، نهيئ الأرض للموسم الزراعة الصيفية أو العروة الصيفية. هذه الحراثة الأرض تعطيها دفعة وتهيئها، وفي الحرثة الثانية إن شاء الله أو في الحرثة الثالثة سوف نضع الأسمدة الطبيعية أو اللي هي الأسمدة العضوية من مخلفات الحيوانات والأغنام والأبقار أو الدواجن، ويتم خلطها بالتربة أثناء الحراثة لنعطي الأرض عناصر تغذي الزراعات. يجب البداية بالاهتمام بحراثة الأرض منذ الآن. تحرث الأرض، هذه الحرثة الأولى، تفتح الأرض، تزيل الأعشاب الضارة، وتعطي أكسجين لتفتيح التربة عندما يتم تغلغل التربة. يتم فتحها للتهوية واستقبال مياه الأمطار. وهذه الخطوة مهمة جدا للتجهيز للعروة الصيفية التي هي تبدأ في بداية الشهر الثالث. ومن قناة روابينا نحييكم ونتمنى منكم الإعجاب والمتابعة وتشير القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.